فيها انتهى اللقاء الذي جمع الفتوى مع النوعير على ملعب نادي المحافظة. النوعير افتتح التسجيل أولا عبر جلال الدكر في الدقيقة 55 قبل أن يتمكن سليمان سليمان من إدراك هدف التعادل للفتوى في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليحقق الفتوى نقطته الثامنة في المركز السابع، فيما وصل النوعير للنقطة السابعة في المركز الثامن.